رئيس الوزراء حكومة فدرالكا الصومالية حمزة عبد بره هيا حلقة أكل وريجي وزيرك عصوبة وزارة أمنية محمد أحمد الشيخ علي دودشة إي وزيرك هوري وزارة عبد الله محمد نور رئيس الوزراء هيا كو أماني وزيرك هوري أمنية سيدة هولكركا هيدا وصوه قامية حفيسكا إساقو كل دردار مي وزيرك عصوبة إن لغفة ديو شقع لس ما داما أمنية ويهي متكمدة تيريركا مهمكا أهي حكومة دا أمني وماها وقري كليه لكن واحد مهم كأوحيته عقلي كصومالي يجرشه القف كصوماليات أيه وحبه هي هاي إن لا شيء هو سيدو كلا رئيس الوزراء حكومة الفدرال كصوماليا حمزة عبد بره أيه حلك وكلا وريجي وزير كعصب أيه وزارة الدين تي وقافته الشيخ مختار روبو علي أبو منصور أيه وزير كهوري أيه وزارة الشيخ عمر علي روبلي مختار روبو علي أبو منصور أو آه وزيرك عصوب إيه وزارة الدين تي وقافته إيه وزيرك هري أي يجو وحى أي كعلن مناسبة دي أي حلك كوكلا وريجين وحقيقة هذا يكون تي حل نيد الوش غاي سنجرينن هدنا مر هدنا ما عشان نمد هدف يتارجت بان لهين دت كوزارة حلك هذا لو ريجنا دت علماء أو إيه أنا جو علماء الجرعة يعني هين مركي وهر استراتيجية ده أن سمعيني وحنو يرني دولة قبل هذه ذا وزارة ده هو ذا وهذا إلهي فضل جس أو نقل جوجو وزير كحجها وزارة ذا ولا الكي شيخ صالح وزير ده أو كمدها أيان ويرني مرتقادني وكودة تشرنا أيك يا قاسم يا الكودي فكر كودي كبيريان ثلاثة ذي كبيريان وحي لحم بيكرهبان وحي لو ناقص بيكدرين أنت هذا بدأت مكان إسلق هذاني أنت أكو مسرينني وزير ولا بحد أنا فرد جاكم كوكو كاني نسيب بلشدو فكر كده أنا وهالنا كاجو وان هالناي كسبايا كبلاوناي وحنكو حجناي كوافر قلبات وحنكو حجناي جوهر وحنكو حجناي جروة وحنكو حجناي قل مدوك يعني بطلان يا قل مدوك أيام كسوقاتن قبل كبنادران كسوقاتناي ومدائك سعود استراتيجية ده سوحة كسوة بحي مقررات يا مناهج وحكوال وح ومدة سوماليات لغنا سما تبيحك روسان آمسنا هاي أمن الدرادة هذا جرى لغة سما تبيها كله وعكمدا مناهج تماشى كسوة بحضي منهج وتوعية الدينية اللي يراه ده هو عي جلنتا أم بدأ عن علنتا دين قال اللي يراه ده هي أو محابيستا أن هو تلقلني أو حبسية أن هو تلقلني أو مال والبن الجارسية أن ربنه أي أن كسوة صارني وكفر حصلنا هاي إن أن ماشى نسقون نمت أو أن حلك أن لجوه رجيو يدو وجوغو معالي رئيس الوزراء وحن لايها إن شاء الله تعالى ومد الصومالية ميل والبي جوغان معلمها يرو أن جوغ دونو وزارة دان انت إليهن الله قران أيو إنا هم كود ذالي دونو إنا هم قدنو وحن لو دي بينا لغو آمين يسي أمانة إن شاء الله تعالى وحن كروم كود ذالي دونا وسطي ذا وكذلك جعلناكم أمة وسطا وحن كود ذالي دونا رمض الصومالية دي أطراف توضا إنا نسكو هينو أن لا تشنو أن رأي قوذي أن دقي سنو أيان كود ذالي دونا إن شاء الله تعالى سي مدنما إن لو وجهو خلط كستو ديني أهو جيرو وحن كود ذالي إن شاء الله تعالى ووزارة دان ما داما أي تهي وزارة دي أو غفت إرمه دين تا وحا إيادو لغو مقعابو إنا نغطو بإذن الله تعالى ووحي تبر بني آدن وهو لقبان كارو آن قبانو رئيس الوزراء هيا كوبو قادي وزير كي هوري وقتي كي وكوب حيي وخدمين تا دل كي سا إيا دين تي سا إيا سيدا و ديار كاوي هاي إن او شقادن كو غرب استاغو وزير كا حل كا كلاو ريغي إساقو تلمامي مهيمة دا أي وزارة داني أولاد هاي توسين تا دولد نما دا إيا إلالين تا دين تا إيا دقن كسوبان إيدات كسوماليا دا وزارة دا أوقافتا إيه أرمها الدينتا سيدا هذا الله شيغي دي وزارة دا مقع أهمية دا إلا دا وحي كم مقطع مقع عيوضت
magacii diinta islaamka wadataa inaguna muslimiin baan nahay wasaaradan waa wasaaradda u xilsaaran inay u ilaaliso dadka fahamkooda islaamiga saxiixa inay u ilaaliso caqiidadooda islaamiga saxiixa inay u ilaaliso wasaaradda u xilsaaran waaye ahmiyadda ay wasaaraddan leedahay wasiirka cusub iyo wasiir ku-xigeenka iyo wasaaradda shaqaalaheeduba inay ogaadaan mas-uuliyadday xambaarsan yihiin intay leegtahay waxaan rajaynaynaa inay wasaaraddani brogram ka keento tasxiixaas fahamka ah in kor loo qaado oo bulshada la gaadhsiiyo oo ay culimmadu ay noqoto gacanta midigta ah ay dowladdu amniga kaga shaqaynayso amni baan ka shaqaynaynaa amnigaan ka shaqaynayna ma aha un kii xabadda ma aha waxaan rabnaa in ay culimmadu soomaaliyeed inay kaalintooda ka qaataan inay wixii qalada dhahaan waa qalad wixii saxana dhahaan waa sax ayagoo ku salaynaya shareecada islaamka oo ay dadka hor socdaan ayaan rabnaa nimanka dhibaatada ku haya dadka diiday wax walba waxaan rabnaa culimmadu mowqifkooda saxda ah inay dadka u caddeeyaan dadka soomaaliyeed oo ay dhahaan waxaa weeye war ha layska celiyo oo nimankaas ha la diido oo dadka soomaaliyeed la yidhaahdo sidan baad ku jiraysaan haddaydan amniga gacantiina ku samaysan oo amniga ahmiyadda uu u leeyahay islaamka dadka la fahamsiiyo wararka ka imaanaya deegaanka jasiira ee duleedka muqdisho ayaa sheegaya in diyaarad ay leedahay qaramada midoobe ay ku dhacday xeebta jasiira ee duleedka muqdisho sida ay noo sheegeen dadka deegaanka diyaaradda ayaa la sheegay ciladay ku timid waxaana saarna laba duuliye wararka ayaa intaasi ku daraya in la soo badbaadiyey labadaasi duuliye oo saarna diyaaradda weli lama oga khasaaraha ka dhashay diyaaraddan shilka gashay booliiska soomaaliya ayaa shabeelle u xaqiijiyey in diyaaraddaasi ay ku dhacday xeebta deegaanka jasiira balse ma aysan bixin faahfaahin kale oo ku saabsan diyaaradda halkaasi ku dhacday goobjoog ku sugan deegaanka jasiira ayaa shabeelle uga warramay dhacdadaas xeebta jasiira agagaarkeeda diyaaradda ku soo dhacday laba duuliye oo saarnayna waa laga badbaadiyey sidana ugu sheeganaa yuanka iska lahay sidana lagu sheegay dadka sheegaya duleedka muqdisho dhanka xeebtan dhanka marka loo baxo waaye jasiiro siday dadka u yaqaanaan hadda maamulka waxay ka tirsan tahay koonfur galbeed maya wele wax tafaasiile kama bixin maamulka degmada wallaa waa cabsidaasina la dareemaya waa xasarada halkaas waa goorma xilliga diyaaraddu ay ku dhacday adiga saacado ka hor camal waay sidana lagu sheegay yuanka iskalaha sidana lagu sheegay waa tahay maxaa saarnaa diyaaradda inta aa maqasheen diyaaradda wax saarnaaya ma maqlan laakiin laba duuliyo oo saarnay in laga badbaadiyo sidaas unbaa maqlay waa tahay xogtu sidee idinku soo gaada ka degaanaan dadka deegaanka dadka deegaanku maxay dareemayaan wallaahi cabsa fara badana dareemayaan kulley diyaaradaha in la daba joogay dareemayaan ciidamo iyo meesha wax culays badan ila yimaaday dareemayaan dadka shacabka deegaanka cabsi baahsanay dareemayaan ma garad dowladda soomaaliya weli ma aysan soo saarin warbixin dhammaystiran oo ku saabsan waxaa sababay diyaaraddan ku dhacday xeebta deegaanka jasiira ee duleedka muqdisho